مرحبا بكم مشاهدينا ومس الخير عليكم كلكم اللي كتشاهدونا على ميدي ان تي في وكتشوفوا قصد الناس. كنرحب بالناس اللي حاضرين معايا داخل البلاطو، كنرحب بالدكتور احمد الحمداوي الاخصائي النفسي اللي حاضر معايا ويرافقني في هذه الحلقه، وكنرحب بزاف بالناس اللي جاوا اليوم يشاركونا طرف من قصتهم وهما اللي عاشوا تجربه صعيبه ليلة عرسهم وكيفاش تحول العرس لمأساة حقيقيه. قصتي ليلة عرسي موضوعنا اليوم في قصه الناس. نعيمة 43 عام ما كانش كتوقع باللي نهار عرس ولدها ممكن يتحول لمأساة حقيقية. إيمان 28 عام ليلة عرسها طاحت أمها ومول أمانة دا أمانته. جعفر 36 عام بارز في عرسه ما عليه ما به تهجمات عليه عصابة. رشيدة 10 سنين ديال تنقافت وعاشت بزاف ديال الكوابيس والكواليس والقصص في العرسات. مرحبا بك رشيدة. شكرا.